انا هتكلم لما الدكتوره اتكلمت على مبادره الفيروس سي، واتكلمت على مبادره قوائم الانتظار، واتكلمت على قوائم الامراض غير الساريه، واتكلمت على الـ يعني الـ الكشف عن او فحص سيدات مصر، واتكلمت عن موضوع الاعتلال الكلوي، وبرضو اتكلمت عن الكشف المبكر لموضوع السمع اللي موجود. انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا لما جينا عملنا الكلام دوت ما كانتش جائحه كورونا موجوده لسه. وعايز اخد بالراحه كده اقول ايه، تصوروا ان احنا لما فحصنا 70 مليون، اولا احنا بقى عندنا قاعده بيانات ل 70 مليون، وده امر مهم قوي ان احنا نتحصل عليه، لان ما كانش لدينا ده قبل كده بالمستوى ده وبالدقه دي وبالتفاصيل دي. لما عملنا الفحص لل 70 مليون في الفتره ديت، الدكتوره بتقول احنا عالجنا 2.2 مليون، صحيح، بس احنا كمان شكلنا ثقافه الانتباه لينا كلنا كمجتمع من موضوع الفيروس سي، سواء كان للكبار او للصغار. وعشان كده لما اتكلمنا في النقطه دي قلت ان احنا دكتوره نكمل لاولادنا لمده 5 سنوات اعدادي وثانوي، عشان مش عشان نبقى الدوله يعني تبقى خالية بس من قوائم، آسف، تبقى خالية من الفيروس سي، لا، عشان ننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا. نقدر نعمل كده لو احنا انتبهنا، لو احنا قلنا الفحص المستمر. وممكن، وانا مستعد اعيد تاني 70 مليون تاني عشان استهدف العلاج ده. طب ده تكلفته ممكن تبقى كتير، صحيح، بس خلي بالكم لما احنا نقول ان 2 مليون دول اللي هم كان عندهم الفيروس سي، واكيد معانا اطباء كثيرين، والدكتوره طبعا ممكن يعني يبقى الكلام اللي انا بقوله ده محل نقاش، يا ترى كم في المية منهم كان لو كان دخل على الجائحة دي كان ممكن يحصل له ايه؟ يعني نقول 10% اكتر، 10%، 200,000 من ال 2.2 مليون لو كانوا دخلوا على الجائحة بالمرض ده بالتداعيات بتاعته، يا ترى كان ممكن يحصل لهم ايه؟ كتير من الناس بتتوقف وتقول يا ترى ليه مصر كان ربنا سبحانه وتعالى موفقها في موضوع كورونا اكتر من دول كتير، رغم ان احنا يعني كمواطنين ما كناش يعني ملتزمين قوي، يعني عايش حياتها عادي خالص يعني. لكن رغم ده، ورغم ان احنا ما قفلناش البلد عشان الاقتصاد ومخاطره الكبيره جدا، عملنا توازن في اداره الازمه ديت. وانا بشكر الحكومه وبشكر الدكتوره هاله ووزاره الصحه برضو في اداره هذا الموضوع، لكن انا بحاول اشاور للناس في مصر على ان في كلام بصوا له كويس وشوفوا نتائجه علينا عملت ايه. نفس الكلام لموضوع قوائم الانتظار، هم 700,000 حالة، لو الدكتور قال 235,000 عملناهم في فترة الجائحة، مش كده؟ طب خلينا بقى مش 200، خلينا في ال 500,000 أو 475,000 اللي كانوا ما إيه؟ اللي عملناهم قبل كده، دول كلهم كانت يعني طبعًا ربنا يعافي كل الناس ويشفيها، كانت أمراض يعني صعبة وحالات مرضية محتاجة تدخل، خاصة موضوعات زي القلب وكده يعني. طب برضو دي تصوروا لو 700,000 حالة دول برضو 10% منهم ما كناش دخلنا عملنا قائم الانتظار، يعني يبقى في 70,000، يبقى في 70,000 معرضين أكتر إن هم يحصل لهم لا قدر الله شيء. فالنقطتين دول أنا حبيت أشاور عليهم بس عشان أقول إن إحنا في جزء كبير جدا من المبادرات اللي اتعملت، وإحنا لما طرحنا المبادرات كنا شايفين وما زلنا شايفين ان احنا بقدرات الدولة اللي لسه ما قامتش كويس قوي عشان نعمل تأمين صحي شامل. وبمناسبة التأمين الصحي احنا بنقول كان التخطيط المستهدف فيه 15 سنة، وقلنا يا دكتور مصطفى ان احنا هنحاول نخلصه خلال 10 سنوات.